أول شيء الحمد لله سبحانه جل جلاله، ثم لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وجعله لنا ذخرا في البلاد وفي العباد. وأما نرجع إلى موضوعنا في المشاركات، أنا مشارك اليوم فرديات إنتاج وفرديات مشترى، وشيء يدخل معها الخليج وشيء في المحلي وشيء معها القطر. والنادي ما شاء الله تبارك الله في تطور، وشفتوا الحضور اليوم من رجال الأعمال الخليج كلهم متواجدين، وصار فيها سوام عند البوابة وفي مشترى اليوم وشريت اليوم. الشيء الثاني، العربان اليوم غير وجودهم العام، من جميع أنواع الناس شفتهم اليوم ومن جميع أنواع رجال الأعمال، واليوم كان عندهم تحمس في المشتروات، صار مشتروات وأسوام بالملايين، وهذا الشيء اللي احنا نبغيه. وابو حمد جل عمره طويل، احنا منصى وملجا بعد الله سبحانه، وجونا الناس وهذا شيء فخر لنا ولبلادنا العزيزه علينا الغاليه، ان الناس ينصونا لكل مكان، يتحرون العدل والعداله وكل ياخذ حقه. والله القوه ذا السنه قويه، والله يا اخي قويه السنه، دبل العام، والناس يحضرون زين ويشترون، وناس منتجين. وبعدين الشيء الثاني، ان الناس في حضورها زين، تعين رياجيل لهم مكاناتهم في المشترى وفي التجاره وفي بلدان الخليج الله يحفظهم. والله انا اوعد الجمهور الراسيات بالفوز ان شاء الله والتاكيد، ودائما متعودت على الفوز الراسيات. بالنسبه للشقح خط احمر، بالنسبه للوضح الانتاج خط احمر، من أقوله من الحين، وإن شاء الله يصير الكلام على الفعل وتشوفون إن شاء الله في المنصة. بارك الله عمرك في بكار تلاد وقعدان تلاد، باكره وقعود في تلاد، في تلاد البكار والشوط المفتوح القعدان الفريد، سلالتها على غفلان الزمامي، على بير الحيسوني، على بعير ابو عجريد، على الباتل. ما شاء الله كان يلا، ما شاء الله كان حضور قوي، مسجلين كم 76 قعود والبكار كم، ما شاء الله كان. شاركن بالقعود شافان في فردي القعدان مفتوح، وأحب أشكر الإدارة المنظمة لجزيلات العطايا على التنظيم الطيب والبيئة الآمنة للمنافسين اللي هيأتنا وحضرنا بالزين، ونتمنى للمشاركين اللي معنا التوفيق في الشوط. الحضور طيب والمشاركة معنا اليوم في الشوط نعم 76، وبمشيئة الله أن علمنا معهم واضح إن شاء الله. والله اليوم مشاركين في الدولي تلاد،
ومشاركين في القعدان تلات القعدان واضح والله الله كل شيء زين الحمد لله. والله القعود ابوه بئير العصار الغربي الحاكم والبكره على فهيان بن عجيم الشرافي شارك القعود في مزاين في قريه العليا حصل على المركز الاول. والله الحضور غفير وكبير ما شاء الله تبارك الرحمن ومن كل دوله ما شاء الله تبارك الرحمن. والله مشاركين يا طامر فردي الصفر دق يعني وانطباع طيب ومنافسه طيبه والله يوفقنا وياكم. المنافسه والله قويه والحضور والله طيب والمنافسه والله قويه وجاء حلال والله طيب والله يوفق الجميع. مشاركين في فردي الصفر دق يا طامر والشوط قوي لها انجازات. واحده بنت بعير بمعيض الاجرب واحده بنت بعير عبد الله فهد بن ربيعه تبياني وشاركوا في الصياهد واحده اخذت في الجوله الاولى اخذت رقم 3 وواحده في الجوله السادسه اخذت رقم 4. انطباعنا طيب وبيض الله وجيك من أكبر قائمين على المهرجان لأصغر واحد فيهم، لا من ترتيب لا من استقبال لا من ترحيب. بيض الله وجيكم وتحسب لكم. أشكركم على الحلف والوسم هذا المجاين تحسب تحسب هذه عندنا بعد ملاحظة طال عمرك بيض الله وجيهم اللي هي الحلف والوسم والشاه هذه يثبت الرجال أنها تلاد عنده وأنها ملكه لأن عما قال الوسم قسم وبيض الله وجيه. الحضور والله غفير والحضور طيب والمهرجان طيب وفوق التصوير اللي احنا متصورين ما شاء الله تبارك الرحمن ويحسب له وجو ملاك كبار وملاك جدد والمهرجان دولي وناجح والله يوفقنا يوفقكم وبيض الله وجيه.
مشاركين في شوط المفاريد دولي سلاد، وتأهلت بكرتنا مع 13 بكرة، بكرتنا الراشدة، واللهم لك الحمد تهلين، وننتظر النتائج وبإذن الله قوتنا بالله طيبة. حضور قوي ما شاء الله، وأبكار قوية، تنافس قوي وناري، يعني غطى على المزينات السابقة، وتنظيم اللهم لك الحمد زين ومريحنا، والحق والله طيبة مرة ثانية. شاركين بشوط التلاد الدولي، الله الله والمفاريد، والله الحلال طيب والأشواط والتنظيم كله طيب، والله يكتب اللي في خير إن شاء الله، لأنه الجميع مشاركين بإذن الله. أي بالله أي بالله، الفرز كله طيب، تنظيم رقم واحد، وأنا الصراحة والله أول مشاركة بالمهرجانات، لكن تنظيم طيب. مشارك مع التلاد فردي، ومتأهل مع الخمس، ثنتين بكار متأهلة مع الخمس، وإن شاء الله عيننا على الوشاح بإذن الله. والله أنا أشكر صراحة التنظيم، وأشكر رئيس اللي قائم على هذا المهرجان، صراحة مهرجان طيب ونظيف، افتكينا من الأشياء اللي نتخابرها، و أشكر المنظمين والإعلاميين صراحة، تنظيم عالمي، في حضور قوي، وفيه ناس مشاركين خاصة من الخليج، الشرايا وذولا عندهم صراحة حضور قوي، وعاد الأقوى بعد جاي. مشاركين في شوط الشرايا شعل الصفر محلي، ومشاركين بأربع أبكار، وأنا توفيق والجميع المشاركين توفيق إن شاء الله. عندي البكرة اللي هي حلوة على بعير النفيعي البياني، وبكرتين اللي هي حلا ومرهق على بعير ابن بتال السعدي اللي هو مرهق الشعل، وخواته تنافس ميدان الصياد، وعندك صلاصة على بعير حنس بالخيل اللي هو الهرش. مشاركين إن شاء الله في شوط الدق إن شاء الله بثلاث، ومشاركين إن شاء الله في شوط الجل بثلاث اللي هو شعل الصفر، ومشاركين إن شاء الله في شوط الدق وضع وشرايا، وشوط الدق مفاريد شقح اللي هو بكرة تلات. جميع الأشواط مشاركة فيها السنة ذي، أسماء معروفة السنة ذي، حلال قطر متطور يعني فوق المغاتير، يعني عليها اقبال قوي قوي جدا، يعني الحلال اظل في حلال في المحلي ينافس الدولي ينافس الصياد، انا حلالي مودة الصياد وهو ينافس الصياد، الله يوفقنا ويوفقه. مشاركين طال عمرك في المحلي المشترى في شوط الصفر والشعل، إن شاء الله طال عمرك على بعير بن جفران السبيعي، وأنا شاريها عند بن ملهي العرجاني، الله الله، وهي على العايز. الحضور طال عمرك ما يعلى عليه، والناشين طال عمرك قويين ولا ينهانهم، والله يعطي كل حق حقه. نشكر الغايبين على المزاين، وبيض الله وجيههم من كبيرهم وصغيرهم.
مشاركتنا في تلاد الصفر والشعل دولي، وأبشرك الحمد لله تأهلنا وتأهلنا إن شاء الله في الفرز النهائي، ننتظر النتائج بعد المغرب إن شاء الله. والبكار تلاد أبوهم عندنا وأمها عندنا من ماضيات السنين، والحمد لله متصدرة منا بكار طيبة، يلا لك الحمد. ومشاركين من المملكة العربية السعودية في مهرجان جزيلات العطاء، وعندنا مشاركة بكرة إن شاء الله بعد في الشقح والحمر، وكل هالتلاد عندنا التحكيم والترتيب والأشواط لا يعلى عليه. ونشكر القائمين على المهرجان بيض الله وجيهم، لا من ترتيب ولا من لجان ولا من مشاركات، والحمد لله سهلين كل شيء والتوفيق على الله. والسنة هذه نعتبرها أنها ضغط عالي، لأن كل الأسماء المشهورة واللي لها إنجازات كل أبوها حضرت في جزيلات العطا. في جزيلات العطا هنا صارت المهرجان الأعظم من جميع الفئات، حطوا كل جميع الفئات والله لك الحمد. الترتيب طيب واللجان الله يعينهم، نقول الله يعينهم على الزين اللي جاهم والضغط اللي جاهم. بس المركز الأول وبشوط بنوك الإنتاج، هنيا لمن يملك مثل هذه السلالة التي تنجد أو تنجز وأيضا تنتج هذا الذهب الأبيض والأصفر والحمر المتواجد معنا في هذه الليلة. إذن صاحب المركز الأول خلوني أغادر، أغادر مع صاحب المركز الأول والنوموس ولع خليفة راشد بن سويلح المرن وقطر. ألف مبروك. Come on.
المركز الأول وقادر مع صاحب المركز الأول والنمور.